يندرج قانون عطل الأمومة والأبوة في إطار تطبيق مقتضيات الدستور التونسي الذي يحمل الدولة واجب حماية الأسرة وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى في تدخلها أثناء جلسة المصادقة على مشروع القانون. هذا الدستور الذي عندما ننظر فيه نعاين كثافة التواتر مفهوم الأسرة وأيضا علاقة الأسرة بالدولة، يحمل الدولة واجب حماية الأسرة باعتبار أن هذه الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفي هذا الإطار يندرج هذا القانون. كانت هناك بعض العقبات. العقبة رقم واحد هو أنه الأثر المالي لهذا القانون، وتم تجاوزه لأنه لا معنى لمثل هذا القانون دون ضمانات تطبيقه. وأضافت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن ما يميز هذا القانون هو توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص. رفضنا التدرج، هذا المسار لم يميز بين أمهات يعملن في القطاع الوظيفة العمومية وأمهات يعملن في القطاع العام وأخريات يعملن في القطاع الخاص. بدورها النائب بسمة الهمامي وعضو لجنة التشريع العام أشارت إلى أن القانون الجديد تضمن أحداث عطلة ما قبل الولادة وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام. التمديد في عطلة الولادة اللي كانت شهري تو باش تولي 3 شهور، في علاقة بعطلة الأبوة الترفيع في عطلة الأبوة كانت نهارين تو باش تولي 7 أيام، وترفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية، و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميت. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة أقر الترفيع في راحة الرضاعة لمدة 9 أشهر بداية من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.